للحديث حول فكرة المقال نرحب بالكاتب الصحفي السيد زيدون الحديد. أهلا بك سيد زيدون. زميلنا العزيز يسعد صباحك ويسعد صباح جميع مشاهدي قناة رؤية. صباحك سعيد. تحدثت عن العوامل المؤثرة، ما أبرز تلك العوامل وهل هي متفق عليها بين كل الأطراف المعنية من تجار وأيضا غرف صناعة وتجارة؟ يا سيدي، بداية هذا القرار أعتقد أنه قرار له سلبيات وله إيجابيات، واتخاذ مثل ذلك القرار لا أعتقد بأنه مدروس بشكل كافي، كونه اتخذ عن طريق استطلاع رأي من قبل مجموعة من أصحاب المحلات. ومثل هذا القرار يجب أن يتخذ ضمن استفتاء شعبي، بحاجة أنه اليوم المواطن بيعاني من ظروف اقتصادية صعبة وحالة ضنك. اليوم مثل هاي القرارات ممكن تؤثر سلبا، حتى لو كانت بالمستقبل القريب، ممكن البعيد سوري، تأخذ نحو إيجابي. لكن اليوم هذا القرار من الطبيعي بأنه رح يأثر سلبا حاليا على التاجر وأصحابين المحلات الصغيرة. نعم. كون التوحيد يعني أوقات إغلاق المحلات التجارية، وأنا بعتقد له تأثيرات سلبية أكثر على القطاع السياحي. أنه اليوم إحنا اليوم لو مشينا في الشوارع زميلنا العزيز رح نواجه انه اغلب المحلات تغلق على الساعه 9 والساعه 10. لكن اليوم بسميها انا قتل لمنطقه سياحيه اللي هي وسط البلد، اللي هي على الاغلب بتظلها موجوده لبعد الساعه 12 ليلا. وهذا يعني تعرف انت اليوم السياح بيحتاجوا الى اوقات مرنه في عمليه اختيار بضاعتهم. نعم. طيب سيد زيدون، هل يمكن اليوم الحكم على نجاح او فشل هذه الدراسات وهذا القرار دون تطبيق؟ يعني اليوم طبعا اليوم مثل ما بحكوها المكتوم بين من عنوانه. اليوم المشكله بانه انت تتخذ مثل هذا القرار في ظروف اقتصاديه صعبه، ضمن ما اخذت اي مثل ما بحكوها اي شروط حقيقيه تستند عليها. انت ضمن استفتاء شعبي يمكن انك انت تشوف انه غالبيه المواطنين بيحتاجوا مثل هذا القرار او ما بيحتاجوا. نعم. اما ضمن استطلاع راي يعني او نخبه معينه من اصحاب المحلات، هذا بتوقع انه غير سليم هذا القرار. سؤالي الاخير سيدي، التراجع عن هكذا قرار واسع الشموليه الى حد ما مستحيل ام محتمل؟ و لو تم التطبيق اليوم، يعني التراجع هل ما قبل التطبيق أو يمكن التراجع بعد التطبيق؟ التراجع قبل التطبيق يكون أسهل، لكن التراجع بعد التطبيق هنا يكون الموضوع صعب، ويعني سيضع علامات استفهام. فأنا بتوقع أنه ممكن الأصحابين هذا القرار ممكن يتراجعوا عن هذا القرار قبل مثل ما بيحكوها البدء فيه، ودراسته مرة أخرى، وعمل استفتاء شعبي للمضي نحو مثل تلك القرارات. زيدون الحديد الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان.